إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، تحية للجميع. جمعة مباركة مشاهدينا. اليوم عندنا واحد الحالة إنسانية، يعني بمدينة العطاوية ضواحي قلعة سرغنة. هذه السيدة اللي هي مطلقة وعندها وليد صغير، يعني كما كتشوفوا الحالة ديالها مشاهدي قناة شوف تيفي. كما قلت مشاهدينا، فهذه السيدة مطلقة وعندها وليد صغير، يعني محتاجة لعملية مستعجلة بعد ما مشات يعني للسبيطار المراكش، وعطاوها موعد شهر باش تشوف البناج. يعني كترجع لعند الطبيبة ديالها كتقول لها الا ما دريش العملية مستعجلة غادي لا قدر الله غادي توفي. اذا مشاهدي قناة شوف تيفي، غنخليكم على الاقارب ديال هذه السيدة، نطلبوا لها الشفاء العاجل، وفي اليوم كبير عند الله سبحانه وتعالى فتسالكم الدعاء ثم الدعاء بالشفاء العاجل لهذه السيدة. اذا نخليكم على الاقارب ديالها. احكي لنا لاله، شنو لهذه السيدة، شنو وقع لها؟ هاد السيدة كانت خدامة معايا، كانت كتخدم على والديها، عندها باها عيان وامها ما عارفة مسكينة ما دير، هي اللي كتخدم على والديها، هي اللي هزة والديها. نعم دابا دروك ما تلمنين غادي شي حاجة زعما اللي عندهم باش يفيدوها، والو ما عندهم حتى شي حاجة. ديناها للسبيطار، عطاونا قالوا لنا دابا شهرين عاود ترجعت لعندهم، تساعدت معاهم، عطاونا شهر رانديفو، شهر باش تشوف البناج. باش تشوف البناج. دابا هي صافي الحق الحد على حد، وصافي ما تلاتش تخنقات، ما تلاتش بيتي البارح عاسين عليها الليل كله، صافي راه مات ومشات حالها. ديناها للسبيطار عقبو الله يجازيهم، دقوا ليها واحد الابره. دابا قال لك خاصك تديوها عاجلا باش غادي تفتح، حيت الا ما فتحاتش غتموت. شحال طلبوا لكم في لاكلينيك مثلا العملية؟ كلينيك قالوا لنا دوك اسم، قالوا لنا هذوك اللي كيعاونوا، قال لك نتوما تجيبوا أربعة وهما يتعاونوا معاها بأربعة، يعني هي 8 المليون، هي خاصينا تمنية دابا أربعة المليون المليون دابا 4 المليون ما عندهاش هي منين تجيب شي حاجة، وتقول المركوب عيط كنصيفطوا ليهم انا باش كيجيو من صنعاجة. وإلا بغات تسنى الطبيب، يعني إلا ولا بغات تسنى بتسنى الرونديفو خاصها من هنا. عطاوها 28 شهر 12، 28 شهر 11 باش تشوف البناج وقيلا، لا ياك؟ الحالة عندها ما بقاش غتسنى، الحالة عندها صافي مرضات، صافي ما كلتش البارح بيتين، الليل كله حنا عاسين كنت عليها، شغل ما نعساتش، ما نعساتش الليل كله حنا بيتين مقرضين معاه. ايوا هادشي اللي إذن كما كتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، فالدعاء ثم الدعاء لهذه السيدة اللي كنت منولها الشفاء العاجل إن شاء الله. وكما شفتوا معنا مشاهدينا أن هذه السيدة مشات للسبيطار، عطاوها موعد فيه أكثر من شهر باش تشوف الطبيب البناج، وهي في حالة يرثى لها، الحالة كتدهور يوم بعد يوم، محتاجة لعملية في أسرع وقت. كما قالوا لها بعض الأطباء أنها هي خاصها عملية مستعجلة، عاونوها الناس بربعة ديال المليون، وخاصها 4 ديال المليون مشاهدي قناة شوف تيفي باش تمشي المصحة خاصة، يعني باش تدير هاد العملية اللي هي ديال صمامات القلب اللي هما مسدودين ليها الآن مشاهدي قناة شوف تيفي. فاللي بيساعد هاد السيدة، الرقم ديال الهاتف ديالهم في عنوان ديال هاد المباشر. فأولا الدعاء ثم الدعاء بالشفاء العاجل لهاد السيدة، كذلك وتعاونوا مع السيدة ولو بالباقتاج حتى يصل هاد النداء ديالها لذوي القلوب الرحمة. لليوم هي كتناشد المحسنين باش يساعدوها ويعتقوها ويساعدوها في هاد العملية اللي هي عملية مستعجلة. مشاهدي قناة شوف تيفي، إلى هنا نصل إلى نهاية هذا البث المباشر، نلتقي في مباشر آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.